أعلنت وزارة الإسكان نيتها طرح 2756 وحدة سكنية للإنشاء بمشاريع المدينة الشمالية خلال العام الجاري. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لبناء 25,000 وحدة سكنية ضمن برنامج عمل الحكومة قبل حلول نهاية عام 2018، والمنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية. الوزارة قالت إن المشاريع المقرر طرحها خلال العام الجاري تأتي امتدادا للمشاريع التي يتم تشييدها حاليا في مختلف جزر المدينة الشمالية، والتي تتراوح نسب الإنجاز بها بين 32% إلى 100% على الصعيد الإنشائي، مشيرة إلى أن أعمال البنية التحتية تشهد بدورها تقدما كبيرا في المدينة، وتليها الوزارة تركيزا كبيرا من أجل تشغيل الوحدات التي اكتملت مراحل تشييدها في أقرب وقت ممكن، تمهيدا لبدء تخصيصها للمنتفعين وفق معايير الأقدمية. وقالت الوزارة إن عدد الوحدات التي يتم تشييدها حاليا في المدينة يبلغ 3,041 وحدة سكنية قيد الإنشاء، ومع إضافة عدد الوحدات الجديدة المزمع طرحها في 2016 والتي تبلغ 2756 وحدة سكنية، فإن الوزارة ستكون قد نجحت في بناء 5,797 وحدة من إجمالي أكثر من 15,000 وحدة مقرر بناؤها في المدينة الشمالية. أهم ركائز خطة وزارة الإسكان لتوفير الخدمات الإسكانية إنشاء المدن الإسكانية الجديدة في مختلف المحافظات. وكما هو معروف في هناك 5 مدن في مراحل مختلفة من التنفيذ الآن، ابتداء من المدينة الشمالية وانتهاء بمشروع المدينة الجنوبية. بدأت وزارة الإسكان من العام الماضي في بناء الوحدات السكنية على الجزيرتين 13 و14. على الجزيرة رقم 13 وجزء من الجزيرة رقم 14 بدأنا ببناء 1618 وحدة سكنية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، والآن بلغ نسب الإنجاز في هذه الوحدات ما يقارب من 35%. المتبقي من الجزيرة رقم 14 هناك عدة حزم بدينا في تنفيذها. سابقا بدينا في بناء 460 وحدة سكنية في هذه المنطقة، الآن احنا بصدد إكمال 316 وحدة في هذه المنطقة، وطبعاً وصلت نسب الإنجاز حالياً فيه إلى 75%. هناك 577 وحدة يتم بناءها الآن، ونسب الإنجاز فيها وصلت إلى حوالي 35%. سيتم إن شاء الله خلال الجزء الثاني من هذا العام طرح 409 وحدات سكنية عبارة عن شقق في وسط الجزيرة رقم 14. خلال هذا العام ستبدأ الوزارة بطرح مناقصة الوحدات السكنية في الجزر 10 و11 و12. هناك الآن ما يقارب من 2346 وحدة سكنية في هذه الثلاث الجزر. تأمل الوزارة إن شاء الله خلال المتبقي من هذا العام في طرح الجزء الأول منها، واللي يصل عدده إلى حوالي 1900 إلى 1000 وحدة سكنية، وستتوالى في عام 2017 استكمال طرح مناقصات الوحدات السكنية على هذا الجزر.